قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن التكتل يعد لفرض عقوبات جديدة مكملة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي قامت بها. وأضافت موغريني في تصريحات لها من استونيا إنه من الضروري تبني إجراءات اقتصادية أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ من خلال دعم قرار جديد لمجلس الأمن. وحذرت المسؤولة الأوروبية من الدخول في مواجهة عسكرية يمكن أن تتسبب في مخاطر كبيرة على العالم أجمع.